وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من دبي عبر الهواء مباشرة، عبر الهاتف على الهواء مباشرة، المفكر والخبير الإعلامي الدكتور علي الشعيبي. دكتور، بداية نرحب بك. الإبادة الجماعية واستعمال أسلحة الدمار الكيميائية اللغة ومنهج جديد تلوح بها الدوحة في وجه معارضيها، في تقديرك دكتور الشعيبي، ما هي دلالات هذا التصعيد الخطير لخطاب نظام يدعي دعمه للديمقراطية والحرية أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء نقول أن عندما يفقد الإعلام البوصلة وعندما يفتقد إلى اتجاه تصبح كل أحاديث هي عبارة عن تخرصات وعبارة عن كلام لا يسمن من جوع. في مرحلة الخوف وفي مرحلة الرعب هذه يلجأ الإعلام القطري بكل ما أوتي من قوة، هو وأدواته الأخرى ومع مريديه، إلى اختلاق الكثير من الصور النمطية الزائفة من أجل التأثير على المتلقي. ولكن نقبل هذا الكلام لو كان جاء من شخص عادي جدا، ولكن أن يتقول أحد من يدعون بأنهم علماء في السياسة وأحد لنقل المشهود لهم بالكفاءة في علم السياسة بهذه التخرصات، هنا مكمن الشر حقيقة. عندما ينحدر المثقف إلى هذا الدرك الأسفل من لنقل تزييف خطاب إعلامي لأجل تزييف الوعي عند المتلقي، هنا تصبح الكارثة حقيقة مرقبة. وطبعا في هذا دلالات كثيرة جدا، منها الدلالة الأولى أن الإعلام القطري بات محاصرا جدا، وأن الإعلام القطري لم يعد يمتلك آلية لإيصال رسالته للآخرين. هذه الدلالة الأولى. أما الدلالة الثانية فهو الفقر الواضح في قضية إيصال هذه الفكرة إلى المتلقي، ومن ثم استخدام هذا الأسلوب الذي فيه الكثير من لنقل اللغة الرعناء والتطاول حتى على الناس. يعني عندما يتطاول هذا الأكاديمي أو ذاك الأكاديمي أو ذاك المحلل على الشعب بأكمله بأنه سوف يبيده بالكيماوي وبالدبابات، هنا تكمن الكارثة. وهي دلالة أيضا كصورة نمطية عن نهج النظام في التعامل مع هذا المشكل الذي أوقع نفسه فيه وأدخل المنطقة في ورطة كبيرة جدا. نعم. في سبيل بس الوصول إلى أطماعه. إذا كان من يتحدث دكتور هو كما ذكرت سياسي محنك وأيضا يعمل كمستشار لأمير قطر، بلا شك هذه الجمل بلا شك تعكس وجهة النظر القطرية. إذن هذه التهديدات دكتور لاقت تنديد دولي كبير وأيضا صدمة شعبية أكبر على مستوى الداخل القطري والإقليم أيضا. ما هي السيناريوهات القادمة في ظل تذمر شعبي قبلي في قطر تجاه سياسات النظام القطري؟ أنا بتصوري أن القبائل أو لنقول التذمر الشعبي يمتلك من الحس الكبير جدا والقادر على الفرد. أما تخرصات بعض المتطاولين على الإعلام وبعض الفاعلين في الإعلام القطري فهي طبعا لن تجدي نفعا ولن توصل الفكرة إلى مبتغاها. لهذا هذا التنديد طبعا جاء في محله، ولكن يجب الانتباه إلى أن آلة الإعلام القطرية ربما تصعد من خطابها المفتعل هذا، وربما تحاول تكتيكات أخرى قد تكون تصب في مصلحة إيصال هذه الفكرة الزائفة للمتلقي. لهذا أنا دائما أقول أنه يجب على الإعلام الآخر والآلة الإعلامية الأخرى أن تفند الحقائق وأن توصل حقائق المتلقي في سبيل رسم صورة أخرى عن الذي يجري في قطر والذي يجري في الإعلام القطري. طالما ناديت بأن تتشكل جبهة إعلامية عربية واضحة وقادرة على إيصال الرسالة، ومن ثم مداعبة الوعي الجمعي للمتلقي العربي وخاصة في دول الخليج، ومن ثم التوجه بخطاب إعلامي آخر إلى الخارج. ربما نجح القطريون في الداخل وربما لم ننجح نحن في الخارج. هذا نحن بحاجة إلى آلة إعلامية. نعم. مقننة منظمة مرتبة وفق خطة سياسية واضحة لإيضاح وجهة نظرنا إلى الآخر، ومن ثم التوجه إلى مواطننا العربي، ومن ثم بالأحرى التوجه إلى المواطن الخليجي وبالذات المواطن القطري. نعم. لشرح الحقائق كما هي على الأرض، لأن المنطقة كما أقول دائما لن تحتمل هزات أخرى ولن تحتمل، لأن هذا خط الأزمات الذي يمر بها أو لنقل حزام الأزمات الذي يمر بها حزام خطير، وربما تستفيد منه الكثير من القوى الإقليمية والخارجية. نعم، وصلت الفكرة. إذن المفكر والخبير الإعلامي الدكتور علي الشعيبي كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.